صباح الخير، أنا اسمي دكتور نبيل الأيوبي، أنا أخصائي أمراض الجهاز العصبي والتصلب اللويحي في مركز التصلب اللويحي بالجامعة الأمريكية في بيروت. اليوم بدنا نحكيكم عن مرض التصلب اللويحي، شو أسبابه، كيف بيتعالج إجمالاً، وشو طرق المتابعة له. مرض التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد هو مرض مناعي. الجهاز العصبي بيخضع لهجمات من قبل جهاز المناعة اللي بيتعرف على مادة الميلين اللي بتغلف الأعصاب كمادة غريبة، وبتصير بتسبب بؤر التهاب بمناطق متعددة من الدماغ ومن دود الظهر أو النخاع الشوكي، وبهالطريقة بيصير بيتسبب بعوارض ممكن تكون متلازمة بنفس الوقت بمتعدد المناطق بالدماغ. ممكن يصير عوارض تنميل أو ضعف بإيد بإجر بنفس الوقت، قلة التوازن، اختلال بطريقة المشي، غباش بعين، فقدان الرؤية بعين، تنميل بالوش، فقدان السيطرة على الوظائف، ضبط المسالك البولية والمبولة. وإجمالاً هيدي العوارض بتضاين أكثر من 24 ساعة باستمرار. الجهاز العصبي بيبلش شوي شوي، بيرمم حاله، بيخف الالتهاب، وبعد حوالي إجمالاً بيكون حوالي 3-4 أيام لمدة أوقات بيطول يعني التحسن لمدة 3-4 أسابيع لحتى يبين، بيرجع بتخف هيدي العوارض لحديت ما ترجع تجي الهجمة الثانية. هيدا النمط اللي بنسميه الريلابسينج ريميتنج أو نمط الهجمات بالتصلب اللويحي، هذا النمط اللي معروف أكثر شيء للمرض. وهذا النمط بتبعه تقريبا 80% من الحالات اللي عندهم التصلب اللويحي. هلا إجمالا ما في عنا سبب واحد لهذا المرض. بنعرف انه في عنا ريسك فاكتورز او عوامل خطر اللي بتزيد على بعضها البعض، وبتصير بتزيد الاحتمالات انه يكون في هيدي الاصابه. ما في سبب واحد انه هو بيسبب تصلب لوحي. من هيدي الاسباب في عنا ضعف بالفيتامين دي او نقص بالفيتامين دي، هي من الاشياء اللي اكثر شيء اندرست واللي تبين انه مرضى تصلب لوحي عندهم نقص فيتامين دي اكثر من غير ناس. وتبين كمان انه المرضى اللي عم ياخذوا فيتامين د لمستويات شوي اعلى من المستويات مثل ما هو ريكومندد او ينصح فيه للناس بشكل عام، بيكون عندهم سيطره على المرض اكثر او احسن شوي من انه يكون دل في نقص بالفيتامين د. كمان في تعرض لانواع من الفيروسات مثل الابستين بار، هو نوع من الفيروس اللي بيتعرضوا عليه تقريبا كل الناس بيتعرض له، بس قليل من الناس اللي بيصير عندهم infectious mononucleosis اللي هو الانفكشن من وراء هذا الفيروس. وهيدا الالتهاب اجمالا بيكون فيروسي عابر، بيجي التهاب بيضاين شوي حوالي 3-4 اسابيع، بيعمل التهاب بيشبه التهاب من الدينان او اللوز والغدد الليمفاويه، واوقات بتكون حسب الحاله، اوقات بيجي عند الاطفال او عند المراهقين. و هذا الالتهاب بيكون مثل ريسك فاكتور لانه او عامل خطر انه بالمستقبل اوقات في نسبه معينه من المرضى بيكون عندهم هيدي الانفكشس مونوكلوزيس او الالتهاب بهذا الفيروس كعامل خطر، انه واحدة من الاسباب اللي اشتركت لحتى انه بعدين بالمستقبل صار عندهم تصلب لوحي او غير امراض مناعيه. السبب هو انه هذا الفيروس او غلافه لهذا الفيروس بيشبه ماده الميلين يلي بتغلف الجهاز العصبي، واللي بتصير بعدين هي هدف لحتى الجهاز المناعي يهجم عليها بطريقة خاطئة. الأسباب الثانية في عنا، رغم أنه هو نوع من الكثير بيحكوا عنه بالطب التدخين، لكن بجهاز المناعة بشكل عام نعرف له أكثر وأكثر دور. كيف المواد اللي بتدخين السواجير أو الأرجيلة، كيف بتعرف جهاز المناعة لها بالدم، وكيف بيصير جهاز المناعة يهجم أكثر على المواد اللي هي الأنسجة التابعة للجسم بحد ذاته. وبحالة الأماس بنعرف أنه بالتدخين المدخنين حالتهم بتكون أصعب السيطرة عليها، وبيكون عندهم احتمالات أكثر أنه ما يشتغل عليهم الدواء وأنه يصير عندهم هجمات أكثر. وفي كمان حالات أو عوامل وراثية اللي هي ما تخضع أكثر من 30% يعني تقريبا بالدراسات عن التوائم، يلي هي استعداد وراثي. فينا نقول أنه بالعيال في يكون عندهم استعداد وراثي لأمراض مناعية معينة، بتلاقي عائلة عندها
صدفية، ربو، روماتيزم. هيدي الأمراض الوراثية كلها تتبع يعني بتقعد بنفس الخانة، خانة الأمراض المناعية الأوتوإميون ديزيزز. نفس الشيء الأم أس في إلى استعداد وراثي، لكن مش معناتها أنه المرض وراثي أبداً. نعمل دراسات على التوينز واللي عندهم 100% يعني 100% تطابق بالدي ان اي، ورغم ذلك اذا ما كان في اكثر من 30% من تطابق بحاله الام اس بهيدي الدراسات. منشان هيك بدنا نقول انه في جين انفايرمنت انتراكشن كاسباب، انه في تضارب بين الاشياء بالبيئه، ان كان نقص الفيتامين د، التدخين او الفيروسات، مع الاستعداد الوراثي. هلا في دراسات جديده بتبين شوي اكثر اشياء تانية، بس بعدها قائد الابحاث، مثل الميكروبيوم يلي هي الفلورا الموجوده بالجهاز الهضمي للشخص، مثل انواع خلطه البكتيريا المعينه اللي هي بتكون غير عن مرضى الاماس، غير عن مرضى اللي ما عندهم اماس. وابرنتلي الاشياء عم تدل انه في هيدي واحده من الامكنه اللي في لها بالمستقبل احتمالات انه تندرس اكثر كمسببات الاماس، لانه الجهاز الهضمي هو واحدة من الانسجه اللي اكثر شيء في احتكاك بين الجهاز المناعي والخارج. وكمان في دراسات عن بتدل عن البدانه بعمر المراهقه او عند بالبيدياتريك عند الاطفال، بتؤدي لحاله برو انفلاماتوري، لحاله استعداد للالتهابات المناعية، كأنه مرضى الام اس اللي لو كانوا بعدين ما بقى عندهم بدانة، بس إذا كان عندهم بدانة بأول عمرهم هيدا الريسك أكتر كمان أنه يصير الواحد عنده ام اس. هلا نمط الام اس مثل ما عم نقول أنه 80% من الحالات هي بيجي على شكل الريلابسنج ريميتنج، هجمات بتجي وهجمات بتروح، بتضاين 3-4 أيام بعدين بتحسن لوحده الجسم عبال ما تجي الهجمة اللي بعدها. لكن نحن كمان بدنا نقول أنه في أوقات حوالي 20% من الحالات بيكونوا عندهم بروجريسيف كورس من الاول، يعني من بدايه المرض في تدهور، في شيء وظيفه بالجهاز العصبي مثل تنميل بايد او خدر باجر او قله توازن او ضعف، يلي هي ما بتروح وبدلها تتطور شوي شوي، شهر بعد شهر تدريجيا، خلال سنه سنه ونص لحد ما الشخص بيلجا لمعاينه الحكيم، و بالتحاليل وبالصور وبتحليل مية الظهر وكل هالشيء بنوصل لتشخيص الأماس. هيدا النوع من الأماس هذا بروجريسيف أماس، برايمري بروجريسيف أماس، اللي هو من الأول من بدايته في عنده تدهور تدريجي بوظيفة معينة من الجهاز العصبي. طبعا مش كل شخص عنده هدول العوارض، معناته عنده أماس، ممكن تكون كتير أشياء تسبب عوارض بالجهاز العصبي بتشبه بعضها، تحت اشرف ومعاينة الحكيم مع التحاليل مع كل هالاشياء بنوصل للتشخيص. اللي بيهمنا هو انه اذا نوعي يعني الناس انه هذا المرض ممكن يجي بكل الاعمار. صحيح انه اكثر شيء الفئة العمرية اللي اكثر شيء تتأثر هي بين 20 وال 35 40 سنة، وانه النساء شوي اكثر من الرجال، يعني في ريشو تقريبا 3-2، يعني 3 لكل 3 نساء الرجالين بيصير معهم هيدي الامراض اجمالا بشكل عام. لكن برضه في حالات بيدياتريك اماس عند الاطفال، وفي حالات بعد ال40 وال50 وحتى بالسبعينات، واوقات بتكون في هذا الشيء موجود بشكل خفيف والواحد ما عم يدرى فيه غير ما يصير عنده عوارض مبينه واضحه. منشان هيك بدنا بس نلقي ضوء انه العوارض اللي بتجي ما كلها صحيح، ما كلها بتكون اماس وما كلها بتكون لها علاقه بالجهاز العصبي اصلا. السر هو انه الواحد يعرف انه العوارض اللي بتطول اكثر من يومين او ثلاثه باستمرار بدها كشف حكيم معينه، وبوقتها بيتقرر اذا هذا الشيء بهذا الاطار ولا لا. وكمان نعرف انه كل هيدا الشيء اذا تعالج على بكير بيعيش الواحد حياه طبيعيه اجمالا، لانه هلا صار في عنا كثير ادويه لهذا المرض. قبل ما كان عنا علاجات بتوقف المرض، هلا صار عنا اكثر من 13 دواء FDA approved بمختلف انواع وانماط العلاج الموجوده، بتقدر تعالج المرض، بتوقف بتغير مسار المرض لحتى الواحد يتعايش معه بشكل طبيعي بدون ما يصير عنده التهابات ويكفي حياته بشكل طبيعي. لكن لهلا ما عنا بعد شيء بيشفي او بيشيله للمرض كليا بدون ما ناخذ دواء.
بهالطريقة فينا نقول أنه إذا الواحد تعالج بشكل عم يتابع متابعة طبيعية مثله مثل مرض السكري، الضغط، أي أمراض مزمنة تانية، ما دام عم ياخد الواحد علاجه وعم يتابع بيكون بدل بشكل صحيح قبل ما تطلع الدراسات الجديدة اللي إن شاء الله بين سنة وسنة كل سنة في شيء جديد وبيطلع علاج للناس بشكل عام. Okay. دكتور شو هو يعني كيف بيأثر الأمس على الشخص المصاب؟ شيء لأي مرحلة بيوصل؟ هل بيفقد النظر؟ هل بيفقد القدرة على المشي؟ هل بيفقد القدرة على النطق؟ شو هن العوامل؟ كتير مهم أنه الهجمات الأمس أو هيدي الهجمات المناعية اللي بتهجم المناعة على الجهاز العصبي إجمالاً مادة الميلين ترجع بتترمم بشكل طبيعي، الجسم بيرجع بيرمم حاله بحاله، لكن بيصير بيترك محل صار فيه هجمة، بيترك سكار، بيترك مثل معلم، ومن هون كلمة تصلب لأنه على الباثولوجي بدلت مثل بلاكيت، بيصير يبينوا بلاكيت تصلب لوائحي أو تصلب متعدد لأنه كتير بلاكيت كذا محل من الجهاز العصبي. هلأ ما دغري بيأثروا، لكن إذا الواحد عم يصير معه هجمات ورا هجمات ورا هجمات وما عم يتعالج، ما تشخص وما عم يتعالج سنة ورا سنة ورا سنة، بيصير إيه أكيد بيجمع disability، بيجمع هالمشاكل اللي عم تتراكم، وبيصير بعد فترة بيصير في عنده ما بيتحسن من بعد كل هجمة، بدل ما يتحسن 100% بيصير يتحسن 90، اللي بعدها بيصير بيتحسن 80، بتصير بيجي فترة انه 5 سنين 10 سنين اذا ما عم يتعالج ما صار المرض طبيعي، انه يعني بيصير عنده صعوبة للمشي، بده يستعمل عصا، ما بيقدر يتوازن، او بيصير نظر ما عم يتحسن اي شيء. طبعا هذا المسار الطبيعي بدون علاج، مع علاج عم نحكي انه نرجع منرد المسار لا من بعد ما بلش العلاج، لانه هلا مع الاهداف الجديده الموجوده انه ما يصير بقى اي تدهور اذا ممكن بالمسار المرض، بقى كله معتمد على انت بيتعالج الشخص. كيف بيعرف المريض شو افضل، او الحكيم بالاحرى كيف شو افضل تريتمنت للمريض؟ هيدا بما انه صار في كثير بدك تقول ارسنال، مجموعه ادويه كبيره، باجاج من الادويه الموجود، صار في عنا تصنيف لهدول الأدوية، صار في الأدوية يلي بتشتغل أسرع لكن فيها نوع من الريسك أو الردات الفعل الجانبية شوي احتمالات أكتر لأنه بتأثر على المناعة أكتر، وفي الأدوية اللي كتير سيف وكتير آمنة مثل الأبار أو غيرها اللي بيكونوا هيدول فيرست لاين أو بيستعملوا من الأول كتير مناح، لكن بدهم شوية وقت ليبلشوا، وكله معتمد على قديش عنيف المرض على هذا الشخص، قديش معنا وقت لحتى نقدر نتدخل، قديش معنا وقت لنقدر ننطر للدواء يبلش يعمل مفعول 3 شهور 4 شهور، كله يعني كل هالاشياء بتنجمع مع بعضها وبتعطينا فكرة شو هو العلاج اللي لازم نبلشه. اجمالا ننصح المريض بالعلاج من فئة من فئة الأدوية المعينة حسب قديش المرض جاي برزنتيشن عنيفة عنده، او ما عم تعطينا وقت انه لحتى نطلع شوي شوي بسلم الأدوية. كله بيعتمد كمان على اللايف ستايل، كمان حالة المريض الصحية بشكل عام، إذا عنده مشاكل صحية تانية بتمنع أنه يأخذ أدوية معينة، وكمان بيعتمد على مثلا إذا ست مثلا عندها بلانينج أنه في مخطط أنه زواج أو بريجنسي، في مخطط أنه ولادة أو حبل بفترة معينة، كمان هذا بيأثر على شو الأدوية اللي بدنا نقرر أنه بدنا نعطيهم، وطبعا كمان التغطية الصحية. يعني هلا الحمد لله بلبنان يعني في عنا تغطية من قبل الوزارة والضمان لكل الأدوية الأماس، لكن أوقات بيكون هذا كمان عامل بيتدخل، يعني شو الدواء اللي بدنا نوصفه. دكتور شو في شو هو الفرق بين الأماس والALS؟ وهل هن قرب من بعض أو متقاربين من بعض؟ الوحيد اللي عندهم قرب من بعضهم هو الأس. ما فيهم شيء بيقرب من بعضه البعض، اتنينتهم أمراض كتير مختلفة عن بعض. الام اس هو مرض مناعي، يعني المناعه عم تهجم على الجهاز العصبي وتعمل بؤر التهاب وبترجع بتطيب، ترجع بعدين بؤر تانية جديده. الاي ال اس هو تلف بالموتور نيورون ديزيز، بالنيورونات الخلايا العصبيه اللي بتؤدي للحركه، وهي تلف لاسباب متعدده اللي هي بعدها كثير منها قايد الابحاث ولا سنتر اخصائي لوحده، وبتعمل مشكلة بس بالخلايا العصبية المسؤولة عن الحركة، وإجمالا يعني أصعب كتير كبروغنوسز وكعلاج، يعني أبدا يعني ما بتتقارن مع الـ MS.
وان شاء الله الابحاث كمان عم تتطور اكثر مع الاي ال اس بالمستقبل. في عندنا كمان سؤال عن ابره الرديف. نعم. هي شو وضعها بالضبط بالنسبه للعلاج او preventative treatment او اوكي. هلا كل العلاجات بالام اس كثير من الناس بيسالوا انه هذا علاج ولا مسكن. من ضمنهم ابر الادويه الانترفيرون اللي بينحطوا تحت الجلد مثل في كذا نوع اللي بينحط ثلاث مرات بالاسبوع مره بالاسبوع يوم اي يوم لا. هيدول الابر كلهم هن من اول اوائل علاجات الام اس هن الاكثر شيء سيف بالنسبه لتاريخ استعمالهم انه بلشوا بالتسعينات واول ما طلعوا. كل هدول العلاجات هن واللي متقدمين اكثر منهم كلهم عندهم نفس الهدف اللي هو سيطر على مسار المرض لحتى جهاز المناعة يبطل يهجم على الجهاز العصبي. كلهم بيعملوا نفس الشيء، ما في شيء اسمه انه شيء علاج وشيء بريفنتيف، كلهم بيعملوا نفس الشيء، بيغيروا مسار المرض لحتى يبطل في التهاب، يبطل يوقف الالتهاب لحتى الجسم يقدر لوحده يرمم مادة الميلين وترجع تعيش حياة طبيعية. هاي كلهم بيعملوا نفس الموضوع. خلاف اللي بيختلف هو قديش بأي سرعة بيشتغل كل علاج وتقريبا شو السايد افكت بروفايل، يعني كل دواء شو عوارضه الجانبية. هذا اللي بيختلف. الربيف هو من او الانترفيرون هن من مثل ما عم يسألوا واحدة من هدول الأدوية اللي نستعملهم عن طول بالأماس. على ذكر العوارض الجانبية، شو لازم المريض يتوقع من العوارض الجانبية خلال العلاج تبع الأماس؟ هلا العوارض الجانبية كتير مرتبطة بأي نوع دواء عم ياخد، وهذا النوع دواء مرتبط بدي عنف الهجمات أو عنف المرض، قديش هو حدة المرض عند الشخص. إذا كان المرض الأدوية اللي عم يتعالج فيها هي من أوائل الأدوية الفيرست لاين، أو فينا نقول الأدوية اللي بتعطينا وقت لحتى نعملها تيستينج شوي شوي، نشوف بعد ست شهور إذا المريض استجاب ولا لا، ونرجع نشوف حسب المتابعة كيف عم يتجاوب المريض للدواء. هدول الأدوية إجمالا بيكون العوارض الجانبية تبعيتها شوي أقل إلى علاقة بمشاكل المناعة من الأدوية الثانية اللي بتبقى تنعطى شوي أعنف تقتل كل الخلايا المناعية بالجسم وبتخليهم يرجعوا يتكرروا لوحدهم مرة تانية، يرجعوا يتكاثروا. بقى العوارض الجانبية مرتبطة مناعيا مرتبطة بأي شو أي هو الدواء اللي عم ينوصف. الأدوية اللي كتير قوية على جهاز المناعة هي الأدوية اللي أكتر شيء بتهيئ أنه الواحد يصير عنده التهابات متكررة، مشاكل تانية لها علاقة بجهاز المناعة، فيروس ما يقدر جهاز المناعة يسيطر عليه يصير يتكاثر ويعمل مشاكل. والأدوية الأولانية بتكون لها علاقة أكتر بالدواء بحد ذاته، عوارض رشح أو هيك وجع بالجسم أول ما بياخد الواحد الإبر، أو عوارض تانية مثل عوارض بالجهاز الهضمي إذا كان واحد من علاجات الحبوب إلى آخره. بقى كل دواء له سايد افكت بروفايل، إجمالا كلهم سيف ويل توليريتد، يعني منهم أشياء آمنة، منا إنه شغلات بدها تنزع الصحة بشكل دراستيك. يعني إذا ما تعالج المرض شو ممكن، شو الكومبليكيشن أو قد ممكن توصل مع المريض؟ هيدي المشكلة اللي كانت قبل، اللي كانت لما ما بنعرف عن الام اس وما بنعرف وين بده يتعالج ولا في كان أدوية، كانت كتير نسبة كتير من المرضى يتبعوا المسار الطبيعي للمرض يلي هو انه هجمة ورا هجمة ورا هجمة، بعدين سكندري بروجريسيف ويضل تراكم للصعوبات، بعدين بصير على الكين بصير بده يمشي يعني يستعمل عصا ليقدر يتساعد لانه صار عنده رواسب ما عم تروح، وبعدين بيصير ما بيقدر، بيصير بده مساعدة بالإيدتين، بعدين الكرسي. هذا الشيء اللي بعد 15-20 سنة كان يصير لما ما يكون في علاج. مع العلاج مثل ما عم بقول الهدف هو أنه مثل ما اجى المريض تقريبا أنه يدل يتسيطر على المرض بطريقة شوي سريعة لحتى ما بنصمد أي مشاكل أو disability عوائق بالجهاز العصبي مع الوقت. مشان هيك مع العلاج الاكسبكتيشن كتير غير انه بدون العلاج. بدون العلاج تقريبا 90% من المرضى بعد 15 سنة بده يصير عندهم صعوبة بالمشي يستعملوا كين. مع العلاج بيختلف انت مبلش العلاج، انت من الوحدة تدخل قديش قدر سيطر على المرض، كل هالامور.
بس اجمالا بدون علاج اكيد حيكون في تراكم للصعوبات هيدول. في حالات كتير يعني نادره حول 5% اللي اسمه بناين اماس اللي هي بتجي هجمات كتير على الخفيف ما بتترك اثر، بتلاقي شخص صار له 20 سنه بالمرض وما ما صار عنده كتير تراكم للصعوبات، لكن هيدي حالات قليله يعني اغلبيه المرضى اذا ما تعالجوا بتصير عندهم مشاكل بعد السنوات يعني، اذا تعالجوا بضل كل شيء تقريبا مسيطر عليه. اذا المريض شعر بتحسن بيقدر ياخر باخذ الدواء ولا لا لازم انطاني؟ كثير مهم انه ينعرف الدواء، دواء للاماس عم يشتغل لحتى يخفف الهجمات المناعيه على الجهاز العصبي. اذا الواحد اذا المريض شعر بتحسن معناتها انه خف الالتهاب وبلش الجهاز العصبي يتحسن، لكن بده يعرف انه جهاز المناعه عنده ميموري، عنده ذاكره، بده اذا وقف العلاج بده يرجع يهجم مره ثانيه. بقى بالعكس اذا المريض شعر بتحسن لازم يكفي على الدواء، لانه الدواء هو بده يخليه مركلج لحتى ما ترجع تصير هجمه ثانيه. هيدا واحدة من الأخطاء اللي دايماً بتصير، أوقات بعد سنة أو سنتين بيكون المريض حس حاله أنه صار أحسن بيوقف الدواء. ما لازم يوقف الدواء، لازم إذا الدواء عم يزعجه بشي يحكي مع حكيمه، ممكن يغير له الدواء على شيء تاني، على فئة تاني من العلاجات، لكن ما لازم يوقف علاج. لحديت هلأ بنعرف نحن أنه بعد سنين حتى لو الواحد له 5-6 سنين ما عم يصير معه شيء، إذا وقف الدواء في نسبة كبيرة من المرضى بيرجعوا بيعملوا هجمات مرة تاني. لحديت ما يطلع عنا الأبحاث اللي بتدلنا أكثر على الأدوية اللي بتوقف المرض على المدى الأطول يعني. إذا في حدا تشخص عنده بالعائلة شخص مصاب بالأمس، هل في ضرورة لباقي أفراد العائلة يعملوا MRI ليكشفوا عن المرض أو؟ كتير مهم أنه نتذكر أنه العامل الوراثي بالأمس ما بيتخطى 28%، ومنشان هيك ما لازم نعمل هيك شيء. لحديت هلا ما في عنا اثباتات انه في لزوم لحتى الاشخاص اللي ما عندهم اي عوارض يعملوا MRI، لانه اصلا MRI ما حنشخص MS حتى لو طلع فيها اي نوع من البؤر البيضاء بالMRI باي منطقه سايله، مثل ما بيكون عندهم كثير ناس خاصه يعني كثير ناس بيكون عندهم اشياء طبيعيه موجوده بالMRI ما لها معنى باثولوجي، ما لها ما بتعني مرض. هيدي بدها تؤدي لتوتر وقلق، وبدها تؤدي اوقات حتى لعلاج غير مناسب يعني. الاماس بيجي تشخيصه بناء على عوارض سريريه، وفحص سريري بياكد هالعوارض، ومن ثم بعدين تجي ميه الظهر، فحص الMRI، التخطيط، كل هالامور. لكن ما معناتها انه الواحد اذا عمل MRI ولقى شيء معناتها بيشخص اماس. منشان هيك افراد العائله اللي هن اصلا ما عندهم هالريسك الوراثي العالي جدا ما عليهم يعملوا شيء، لانه منه مرض وراثي. اللي لازم ينعمل هو انه يتبع الكل الحياه النظام النمط الصحي الطبيعي، ان كان عدم التدخين، فحص الفيتامين د فيهم يعملوه اذا ما كان كثير واطي، بدل اذا كان واطي بيقدروا ياخذوا سبلمنتيشن مثل ما هو تحت ريكومنديشن طب العائله الطبيعي. عدم التدخين، الرياضه، الحياه النمط الحركي الحيوي، الاكل الصحي، تجنب البدانة، هدول الأشياء أهم من أنه الواحد يعمل MRI أو يعمل أي شيء تاني. إذا صار عنده عوامل جهاز عصبي أي شيء جديد عم يحس فيه طبعا بيخضع لفحص لمعاينة، وساعتها بيتكرر إذا لازم يعمل هيك شيء. دكتور آخر سؤال، هل at a certain point نوصل لفيت يعني المرض حالة الموت؟ نعرف يعني من كل هالدراسات الناتشورال كورس يعني المسار الطبيعي للمرض انه ما بيأثر العمر بحد ذاته الأماس. فاذا لا، اللي بيعملوا المشكله فيه الأماس هو اكثر تراكم مشاكل بالجهاز العصبي واضطرابات لها علاقه ب اعطال بتخلي الواحد يكون غير اوقات منتج بعد سنوات اذا ما تعالج. لكن حتى لو ما تعالج ما هو بحد ذاته بيأثر
بشكل مهم العمر والله عمر عند الله. لكن مثل ما عم نقول إذا تعالج مثله مثل غيره، وإذا ما تعالج إجمالا بس شغلة تراكم الصعوبات أكثر من أنه قصر تقصير العمر أو لا سمح الله حالات الموت يعني. دكتور أيوب، تانكيو كتير على ولو يا عالم.